رح نروح لمحطتنا التالية رشا. رح اليوم نحكي عن الأنشطة الصيفية وهي الإجازة الطويلة بتكون بعض الأمهات عندها اياها مثل الكابوس، ايه ما بدها تجي المدرسة، بعض الأمهات بترفض إنه تخلي أولادها يفوتوا نادي صيفي أو تبعتهم كورسات، بتقول لك أنا بدي ريح ابني اليوم جايين على أبواب مدرسة. وشفت اليوم ضغط المنهاج كتير كان كتير كبير على صحيح. الطلاب طبعا هذا الشيء بالنسبة لي غلط أكيد، يعني أنا كأم اليوم بحب إنه أنا أطفالي يدخلوا كورسات صيفية، يعني اليوم بيسمح لهم أنه يتعودوا على شيء تاني، يتعلموا كيف يفكروا بشكل صحيح. نحن اليوم عصر التكنولوجيا والتابات بحاجة لمرونة أكثر، وهي الأنشطة قد إيه إيجابية وبتساعدهم يا سلمى يفكروا خارج الصندوق حتى. صحيح، قلتي جملة كتير مهمة رشا، أنا بدي إياهم يتعلموا شيء تاني، يوسعوا مداركهم. الأنشطة الصيفية هي مو مجرد أنه أنا عم عبي وقت طفلي بمكان معين، وبنفس الوقت مثل ما بيقولوا أنه أنا مريحة حالي بهي الفترة، أنه خلص أولادي موجودين بالنادي، أولادي عم يعملوا رياضة سباحة أو ما إلى ذلك. الأنشطة الصيفية هي فعلا بتخلي الطفل يغير طريقة تفكيره، يتعامل مع كتير أمور، يبلش هيك يحسب ويصير عنده شوية مسؤولية بهالفترة اللي هو موجود فيها. وفوائد أخرى رح نتعرف عليها أكيد مع ضيفتنا بالاستوديو. خلينا رحب سوا بالتربوية تالين قزازيان، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا شكرا. صباح أهلا النور، أهلا وسهلا فيك. اليوم خلينا نروح لأهمية الأنشطة الصيفية وتأثيرها الإيجابي، خاصة على بناء شخصية هذا الطفل اللي انت عم تحاولي تدخلي له مهارات جديدة بحياته. هلا الأنشطة الصيفية هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة الترفيهية، الثقافية، اجتماعية، مجموعة متنوعة من هاي الأنشطة اللي بتساعد انه تعطي للطفل ثقة بحاله وتعطي انه كمان تعبي وقته. هلا وقت اللي الطفل بيطلع هو مضغوط مثل ما استاذه حضرتك حكيتي، انه من احنا مضغوط الطفل، مضغوطين الاهل حتى مع الطفل بفتره الدراسه، بفتره الشتاء يعني بالمدرسه، بيجي الطفل هو بحاجه لحتى يكون في عنده منفس، ولحتى يعني هالهرمونات التوتر بهي الأنشطة شوي. نعم يفرغها شوي. هاي الأنشطة بتتنوع، عندنا مثلا أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، أنشطة موسيقية، هاي كلها هون الأهل هن بيشوفوا شو لازم بيناسب الطفل ويشوفوا النادي المناسب له لحتى يكون هو فيه. طيب لحتى خلينا نحكي على فكرة الاختيار. اليوم كتير من الأهل بنشوف أنه بدي كل أولادنا يتعلموا السباحة، خلينا ناخذهم من عمر صغير يروحوا على السباحة، وأنا بدي هيك بدنا. وأوقات في أطفال بيكون ما عندهم ميول لهي يعني هي الرياضات أو النشاطات، كيف بقدر اكتشف فعلا الميول الحقيقي وساعد على تنميته؟ في اطفال مثلا بيحبوا انشطه ثقافيه، صحيح. رسم، تلوين، صحيح. شعر، ما صحيح. الى ذلك، مو ضروري الانشطه الحركيه يعني. صحيح، الرياضيه. هلا نحن هون بنسال الطفل انه انت شو بتحب، او بيشوف انه هو وين رفقاته كمان بيروحوا على الرياضه، بيروحوا على السباحه، احيانا الطفل انه بيلحق رفيقه كمان انه وين كلياتهم مشان يجتمعوا، هون بتصير عندهم هاي النشاطات الاجتماعيه كلياتها مع بعض. هلا نحن بنشوف اذا الطفل عنده ميول مثلا للسباحه، نحن بنحطه بنادي السباحه، وخاصه لان احنا فتره صيف بيحب، يعني الاطفال نحن بنعرف بيحبوا يلعبوا بالمي. صحيح. هلا اذا عنده مثلا ميول ثقافيه، بنشوف نحن بنحطه مثلا كورسات لتعليم اللغه الانجليزيه، للغه العربيه، للنطق، لحتى نقوي له النطق، القراءه، الكتابه، كل هي الامور. بجوز مثلا عنده هو مواهب وميول ايضا للرسم، للفنون، لشغلات مثلا صناعه الفخار عنده، بنشوف انه اطفال بيحبوا هاي المواهب، فنحن بنسال الطفل وبنشوف نحن شو اللي بيناسب لنا. هلا اليوم نحن كلنا يا ترى بنعرف العائلات السوريه عندها كمان القدره، بدنا نشوف انه نحن كيف الماديه والماليه، نعم نحن وين وكيف وشو بيناسبنا، بنفهم الطفل بهي الامور، ونحن ممكن انه يعني سوا ضبط الوضع شوي. طيب اليوم بعد ما يختار الطفل النشاط اللي هو بيستهوي، ومثل ما ذكرتي حضرتك احيانا بيلحق رفقاته مع انه بيكون هو بحاجه لكورس ثاني ونشاط اخر، هون بصير يمكن التحدي بينه وبين الاهل سلمى، انه انا بدي هيك رفقاتي كلهم، بس انت بحاجه شيء ثاني. يعني اليوم
في عوامل جذب من حضرتكم ككادر مسؤول عن هيئة الأنشطة كرمال أنتم تقنعوا هذا الطفل وتحببوه أنه يجي على هذا النشاط؟ شو الأساسيات اللي عندكم؟ هلا نحن بس تخلص الإجازة الصيفية أول أسبوع وقت اللي لسه الطالب والطفل أو اليافع بيكون هو بمرحلة شتات بس أول ما بيدخل على المدرسة نحن بنسأله شو عملتوا أنتوا بفترة الصيف، وين رحتوا، شو عملتوا، شو الهوايات اللي عملتوها، شو بتشوف أنه الطفل اللي هو فعلا داخل نوادي ومعبى وقته وفراغه بتشوف أنه هو بيرجع بطاقة إيجابية كبيرة وبيرجع للمدرسة حتى هيك ثقته بنفسه كبيرة، أو عنده أخذ مثلا مهارات داخل على خلينا نقول على عزف على آلة معينة، هاي المهارات بياخدها أيضا هو بيجيبها لرفقاته بيأثر بعام الدراسة. نعم بيأثر عليه وهيك. هلأ ممكن أنا أقول له أنه أنت اليوم بحاجة، إذا كان هو ضعيف شوي بالنطق بالكتابة بالهي، أنا بقول له أنه خلينا ننسق بين الهواية اللي أنت بدك إياها والشيء اللي نحن لازم نشتغل عليه مشان أنت ترجع للمدرسة بثقة أكبر وبتميز أكبر. وأنا بنسق له وقته، يعني ما بيكون هو مضغوط مثل المدرسة، الوقت نحن بيكون بإيدنا، ممكن يتغيب. هلأ أيام المدرسة نحن ما كتير من حب يزدنه الطالب يغيب لأنه بده يروح عليه دروس وهيك، بس بالنشاطات الصيفية نحن ممكن أنه مثلا أنت تغيب، معلش ماما بتغيب، هاي نشاطات صيفية بتبقى بيكون عنده حرية الهي. وأنا بحب شغلة أنه أقول هلأ النشاطات الصيفية كتير كل أهل لازم أنه هن يحطوا أولادهم بهاي النشاطات الصيفية. ليش؟ نحن عنا للأسف هلأ هالتكنولوجيا والسوشيال ميديا الأخذ وقت كتير، هالتابات والموبايلات عم ياخد وقت تأثير سلبي كمان. تأثير سلبي عم يعطي، أحياناً عم بيعلمهم العنف، العصبية، الغضب، العناد، دائماً هو مو أحياناً دائماً. طيب في معضلة تانية كمان بدي أسألك عليها، كتير أوقات عم نشوف هلأ يعني مع هاي السوشيال ميديا وكذا بعض الأطفال عم تتغير نوعية هواياتهم، وهذا الشيء عم يصطدم مع رغبات الأهل. يعني مثلا أنا بنت حابة أتعلم فنون قتالية، الأهل لا، شلون يعني بدك تتعلمي مثلا كاراتيه أو مثلا شيء قتالي، لا ما بيصير تتعلمي، أو كرة قدم أو ما إلى ذلك، هي ألعاب للصبيان. فبيصير في هون صدام، لا نحن ليش ما ممنوع مثلا انه والله الطفله مثلا تتعلم هاي الالعاب؟ هلا في نوادي للبنات انه يتعلموا هاي الالعاب، اكيد في موجود، بس قصدي هي الفكره عند الاهل انه لا هي العاب بس للبنات، هي العاب بس للصبيان. صح، هون بقى بيجي دور الاهل، هن كيف بدهم يقنعوا الطفل انه لا، انه انت هاي الالعاب شوي يمكن ما بتناسبك، او يمكن هون الطفل هو اللي بيقنعه او الطالب هون هو بيقنع اهله انه لا انا حابب مثلا انه ادخل هاي مجال الكاراتيه او كره القدم او كذا، ولكن بشيء انه انا ما تاثر على شخصيته، خاصه اذا هي فتاه، اذا ما على شخصيتها، على أخذين صورة نمطية. إذا تعلمت هي شيء قتالي معناته أنه رح تصير حسن صبي، أنه حسن صبي بدها تصير، بس مو هيك. لا طبعا مو هيك، هو مو هيك يعني. لا هذا دفاع عن النفس مثلا، كاراتيه دفاع عن النفس طبعا، وكرة القدم كمان هي مثلا لعبة كتير حلوة، كرة السلة مثلا في الفتيات كتير حلوة، كرة السلة، كرة المضرب، ساعدهم يطولوا يعني، بساعدهم يطولوا رياضة، كنت تلعب سلة مشان هيك بتفرغ هي الطاقات. دايما الرياضة الرياضات الجسدية هي كتير حلوة، إن كان للفتاة إن كان للذكور، يعني ذكورية وإناثية، هي شغلة كتير بتلعب. هي آراء سلمى، بالعكس أنا مع أنه اليوم الفتاة تدخل هيك ألعاب، يعني الأهل غير محببة، ولكن هي ضرورية، يعني مثل أي نشاط آخر. أكيد هي ما حتطلع تتقاتل مع العالم بالشارع، القليل تملك قوة الدفاع عن نفسها بيوم من الأيام، وخاصة بهذا الوضع تماماً يعني اللي عم نعيشه. يعني حلوة الأصابع، حلوة الأصابع، بس بشكل أنه حدق قدام شوف يعني حوادث يعني هلأ، يعني صحيح. ممكن لو البنت عندها شوية مرونة بهدول القصص مع الحزام الأسود مشان يكون ثقتها بنفسها كبيرة كمان، لانه هل اذا كثير نحن هيك بنربيها على الدلال وكذا، كمان هي بتلعب دور انه ما يكون الكثير لا ثقه بحاله ودفاع عن نفسها، ما بتقدر تفتح قنينه المي، ما بتقدر تفتح قنينه المي، مشكله تفتح قنينه المي، هو ضفيري بدهم يطقوا يعني. صحيح. مش بنرجع اليوم لثقافه المجتمع ونظره المجتمع لهي الامور كيف بينظر لها، يعني وتوارثيتها الاجيال، يعني حتى اليوم لو انت مقتنعه فيها بجوز تخجلي تقولي انه انا كثير بحبها لانه مجتمعك بيرفض هي الفكره.
طيب خلينا نروح اليوم للصيف والأنشطة، واليوم عندي أنا طفلي ضمن أنشطة ومبسوط، ولكن اليوم هل الناحية التعليمية مفروض يكون لها حصة كمان ضمن الأنشطة كرمال ما يتراجع المستوى التعليمي؟ تماما، هون نحن بنشوف إذا الطالب عنده مشكلة تعليمية، هو شوي ضعيف بمواد ما، أو أنه خلينا نقول 20% من الطلاب بينسوا شو أخذوا بخلال فترة الشتاء بخلال فترة المدرسة. نحن هون فينا نعوض لهم إياها، منعلمهم، نجيب لهم مثلا كتب لحتى يقروها، قصص، منحطهم مثلا دورات تعليمية بتساعدهم. منشوف خاصة هلا بالتاسع وبالبكالوريا عنا هاي المشكلة، إنه بهاي الصيف نحن مشان نعوض شوي، ممكن مثلا رياضيات، ممكن لغة عربية، ممكن اللغة إنجليزية فرنسية، ولكن بأوقات محددة وانه يكون منظم مشان ما يحس حاله هو كتير مضغوط. بيرجع مثل ما قلت انه بيرجع على المدرسه ثقته بنفسه كبيره، طاقة وطاقه، وبيقدر انه يتجاوب اكثر من هاي الناحيه. مو غلط ابدا هاي الناحيه تاخذ الدورات التعليميه نعمل بفتره الصيف، ولكن يعني بحدود مشان ما يحس حاله انه هو مضغوط مثل المدرسه بالشتاء. صحيح. طيب استاذه تالين، كمان خلينا نحكي اليوم الهوس بالتفوق، مثل ما قلتي يعني نحن بدنا نقول بحدود، كل شيء بحدود، لكن الهوس بالتفوق خلى الطلاب يوصلوا لمرحله داخلين على العام الدراسي ما بدهم يدرسوا، لانه قضوا الوقت اللي لازم يستمتعوا فيه وهن عم يعملوا انشطه تعليميه. خطوره هذا الشيء قد ايه ممكن كمان يكون له اثار سلبية؟ هون الأهل بيلعبوا دور، إنه أنت ما بيصير كأهل نحن نضغط كتير على أولادنا، أنت لازم تتفوق، أنت لازم تتميز، وأنت وأنت وأنت. ليش؟ إنه هيدا كله بيولد عليه ضغط. أنا بتركه على حريته وبنظم وقته شوي وبعطيه هاي الدورات التعليمية، ولكن بشكل إنه أنا ما أضغط عليه. صحيح. لأني أصلاً نحن العام الدراسي عنا طويل، يعني كتير طويل، كتير طويل وبمل صدقا، يعني في بمل كتير ظروف عم بتمر احيانا بتاثر عليهم للطلاب، عم بتاثر يعني. عليهم وبمل. ففتره الصيف شوي يعني لازم تكون فتره نقاهه لهم، وانا وقت اللي بشوف انه انا ابني او بنتي بحاجه لهي الدورات التعليميه انا بعطيها مشان التفوق والتميز. يعني فينا نتجه للغات مثل ما قلتي، مثلا للغات، مثلا كورسات اللغات، كورسات تعليمية أكثر، قراءة، كتابة إذا كان طفل، حساب ذهني مثلا، حساب ذهني، يعني كلها شغلات. العلوم التكنولوجيا هلا كثير مثلا مهمة، علوم التكنولوجيا كثير لازم يعرف، لأنه يعني بيكون عنده تفكير إبداعي، تفكير بتساعده بهي الأمور. طيب كرمال نحن نساعده، حكينا شوي عن الفئات شوي كبيرة اللي عندهم شهادات وبحاجة لصقل ببعض المواد خلينا نقول، ولكن اليوم الأطفال يمكن هنن البذرة اللي أنت اليوم بدك تنشئيها بشكل صحيح. اليوم من خلال مجالك وخبرتك، شو بتنصحي الأهالي اليوم يوجهوا أطفال بعمر صغير انه الانشطه اللي ممكن تساعدهم ببناء شخصيتهم؟ دائما الطفل بميل للعب. نحن بنعرف انه الطفل هو اول شيء، حتى اذا بدك تعلمين القراءه والكتابه والحساب بده يكون عن طريق اللعب، بده يكون عن طريق العاب تفاعليه معه، عن طريق حساب لو كان ذهني، ولكن عن طريق العاب، عن طريق الوان، عن طريق الرسم. هي الشغلات لازم يعني نحن نتعاملها مع الطفل الصغير، وهي الانشطه التدريبيه والتعليميه والرياضيه اللي له بتساعد الطفل وبتعطيه كمان ثقته بنفسه، وبتعطيه هو يعني يعني ينجذب إلى عن خلي من خلال اللعب، صورة يمكن أو إيه من خلال اللعب، إيه وممكن مثلا الشاشات الكمبيوتر أو هيك الطفل يعني كتير شغلات ممكن. طب خلينا نحكي عن فئة كمان ما كتير بينحكى عنها أو بيضوى عليها، اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم. في كتير أهل ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا مثلا بالعطل الصيفية أو ما إلى ذلك معهم، فبيخافوا يدخلوهم بأنشطة يدمجون بالمجتمع من نظرة الناس إلهم أو ما إلى ذلك. نوعية النشاطات اللي أنا ممكن أدمجهم فيها وخليهم كمان بفترة الصيف هنا من حقهم الطبيعي إنه يعيشوا الأنشطة والثقافية والترفيهية وكله مثله مثل غيرهم. صحيح. هلا ذوي الاحتياجات الخاصة هن شوي عندهم وضع خاص لإلهم، نحن بنشوف النوادي والأماكن اللي خاصة فيهم عشان هن ما يحسوا بهالتغيير أو ما يحسوا بأنه هن غير
غير العالم العاديين او الاطفال العاديين او الطلاب العاديين. ولكن كمان هون بتيجي من الاهل انه انا بعطيه الثقه بحاله، انه انت ما لازم لا تخجل من وضعك ولا شيء، وانت على حسب قدرتك كيف انت وضعك، على حسب قدرتك انا بشوف هوايات وبشوف مواهب وبشوف شغلات تقدر انه انت تتماشى فيها مع تلبق لك نعم، بحيث انه ما يحسوا انه ما يحس حاله انه هو منبوذ او يحس حاله انه هو خجلان او ما له ثقه بنفسه. يعني بده يشوفوا الاهل هون نشاط يقدر هو يكون فعلا على يقدر يعمله ويكون باني ثقه بنفسه فيه. واليوم هون دوركم جدا مهم كرمال يعني المحيط. اليوم نحن عم نحكي عن وضع ممكن يكون عرضه للتنمر، عرضه لاي نظره ممكن تاثر عليه بشكل سلبي، فاليوم اكيد اليوم الوعي انتم بتعطوه للطلاب اللي هن بحاله صحيه جيده كثير مهم. اليوم خلينا نحكي من ضمن الانشطه على التشاركيه ما بين الكادر المتواجد ضمن الانشطه والأهل. اليوم أكيد في تواصل بيناتكم لتحكوا بين النقاط الإيجابية السلبية، أنا اليوم ابني ضعيف هون، اليوم هون ويان، اليوم في مشكلة. يعني قديه مهم هي التشاركية والتواصل المستمر؟ دائما التواصل المدرسة أو النوادي الأنشطة الصيفية مع الأهل هو كتير مهم، دائما لازم يتواصلوا مع بعضهم. الأهل أحيانا بيكون في عندهم طلاب أولادهم مواهب ما بيعرفوا، وهن لازم يقولوا للمدرسين وذوي الخبرة عندهم مشان ينموا والمدربين. وأحيانا بيكونوا الأهل هن ما منتبهين، ذوي الخبرة والمدربين أو المدرسين هن اللي بينتبهوها وبيقولوا ولا الأهل مشان يتساعدوا مع بعضهم لحتى ينموا هاي الموهبة أو ينموا هاي أحيانا الكادر بالأنشطة بينتبه لنقاط بينتبه ما بيكونوا منتبهين عليها الأهل، ومشان بيعطوه فكرة أنه أنت لازم تعززها، لازم تشتغل عليها، دخلوه بنو وادي وتشتغلوا على هذا الطفل او على هذا الطالب او على هذا اليافع مشان هو يكون على نفس المستوى. نعم اكيد. ناد شكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم، ان شاء الله الكل يكون استفاد. شكرا لوجودك معنا. شكرا شكرا لكم، شكرا على الاستضافه الحلوه. شكرا لك هيك، وبقيت هذا الشهر ان شاء الله يمرق خفيف درجات الحراره والانشطه ويرجعونا هيك طلابنا كلياتهم ثقه ونشاط وبطاقه حلوه.